لا ما فيش جبناني
زيرو اور 1 اوكيورنس. يعني ممكن تجيني مره سي سي عادي، ممكن تجيني سي سي مره واحده عادي، ممكن تجيني مرتين لا ايرور رجع له بقول له في شيء غلط، انا بس مرت سي سي مره واحده. اوكي طبعا ممكن اعمل سي سي ل 10 اشخاص اتس اوكي، بس الفيل التاج سي سي يكرر مره واحده. طيب هلا التو ضغط عباره عن تكست بي سي داتا، الفروم عباره عن تكست، السي سي اذا تواجد عباره عن تكست، البادي عباره عن باراجراف ستار. ايش باراجراف ستار؟ يعني باراجراف زيرو او مور باراجرافز. انا ممكن ابعت بادي فاضي صح؟ او ابعت بادي فاضي يو كان تبعت قائمه فاضي. اوكي والباراجراف الموجودات فهي عباره عن تكست. منيح؟ واضح هلا؟ لاحظوا انا رفعت عمالي الشروط مع اليمين، هي اليمين وهي الشروط. فلما الدوكيمنت هذه تصل للريسيفر بتلاحظوا كل مره عم بيجي ايميل صغير وحكي كثير شروط، فبيجي بتذكر الايميل مضبوط بحكي عنها. اول شرط الايميل له ولدين، هذا البادي هذا له ولدين، له هذا له بادي مضبوط موافق الشروط. ثانيا الهدف اذا موجود لازم يكون له على الاقل الفروم اور تو برضه هو ولا الثالث سي سي اللي بتطلع الهدف اذا فروم مضبوط اللي تو مضبوط في سي سي مش مشكله لانه سي سي موجود يا صفر يا مره واحد. الفروم لازم تكون تكست هي تكست صح، التو الى شرط اذا تكون تكست هي تكست صح، سي سي مش موجود، البادي اذا تكون باراجراف البادي باراجراف باراجراف فاضي اتس اوكي. اوكي بس هل تحقق الشروط؟ يس. طيب لو اجاني هاي الشروط واجاني الالمنت ايميل وفيش فيه تو طوالي بروح مين؟ البارسل بروح ارجع للسندر بقول له انت بعت لي ايميل مش حاطط لي تو ارجع اعطيك مره. واضح؟ كلير؟ هذا يسموها الدوكيمنت تايب ديفينيشن، انه انا الاكس ام ال فايل عم بحط عليه شروط. ما هي الفيلدز الفاليد؟ ما هي الفيلدز الاوبشنال؟ وما هي الفيلدز التي يجب ان تتواجد عشان انا اعمل لها فايل؟ لو كان في سي سي مش مشكله، لو كان في سي سي وكمان سي سي طوالي بضرب بقول له سي سي انا قالوا لي بيجي بس مره واحده او ما بيجيش اما ممنوع يجيني مرتين. اوكي هاي الشروط على واضح؟ لاحظوا الشروط موجوده بنفس الدوكيمنت اللي فيها الايميل هلا ولا مشكله اذا بدي ابعث 50 ايميل لحياتك اليوم ولاحظ ايميلاتي كلها صغيره هو 1 كيلو بايت لكن للاسف اذا بدي بعض الشروط 50 مره بدي بعض الشروط طب ايه الشروط هي مره واحده خلص يعني الشروط الموجوده تحقق على جميع الايميلات وليس على هذا البارتيكولر بلاش احطه جوا فسؤاله اذا خلي دي 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 عباره عن دوكيمنت سيبريت شو الاكسس تبعها؟ دوت دي 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 زي دو سي اس اس دوت دي 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 دوكيمنت تايب ديفينيشن اوكي دوت تو اذا بدي اياها لاكثر من تو فيش مشكله اه هذا لما بتعمل تو سليم ومحمد وخليل وعمير عمير بتصير بتعمل كمان تاج اذا بتروح الشيخ هون شوف شو اللي حاكي حاكي تو لا تو عباره عن تكست ان شاء الله 1 كيلو متر تو مش معقد هو بيعترض اذا التو تكرر كثير مرتين ما بتكرر كثير مرتين مره واحده ممكن تحط شروط انه بدي كمان في التو في الايميل يكون في الات او لاحظت على جوجل اذا جيت حطيت واحد ما طلعش خليل ما حطيتش ات جيميل او وات ايفر طوالي احنا بنقطه كيف بنقطه؟ ات ويل كومبير اجينست الدي تي وبتاكد انه ما طلعش اوكي هاي دوكيمنت تايب طيب
طبعا اللي انا حكيته هذا انه استشفته اجابه بسيطه، هذا الاجابه لا يعبر عن ربع 20% من امكانيات البي بي بي، لسه في مور ريستريكشنز على البي بي بي. لو جينا بس كاكزامبل بدي اخذكم على على هون. لاحظوا في شيء اسمه ليبرتي تي في، هيها كليك عليها. النت بطيء شوي، طلع على الجهه الشمال، عندك انتروداكشن، البلوكس، شو في لها elements، شو لها attributes، اوكي؟ شو لها entities، الفاليديشن، examples، ما اعرف سمري، بدك احلى من هيك. Let's go to the examples. اوكي، هلا ليش بدي اجيب الاكزامبل؟ لانه في شغلات احنا ما شفناها. احنا شفنا question mark اللي هي صفر او مرة، شفنا النجمة اللي هي صفر او قد ما بدك للمرة، بس ما شفناش البلس. ايش البلس يعني؟ مرة واحدة فقط. لا واحدة واحدة واحدة. بلس واحدة واحدة. أقلش مرة واحدة. بس يستدل على الاستيميشن الزائد معناها. أقلش هو؟ طيب بس هيك فور جرانتد. يبقى مرة أو أكثر، يعني ممنوع صفر. يعني أي مرة اتس ميسينج بروبلي يو لايك ذيس. أي مرة اتس ميسينج اتس امبورتنت. ايش في شيء ما شفناهوش؟ شفنا الكوستيوم مارك. اوكي. اللي ما شفناه الاتريبيوتس. في شيء اسمه ريكواير. في شيء اسمه امبلايد. اوكي. ليتس جيت باك تو ات. في ديت كمان. فوق الديت وين؟ وين هو؟ هذا بحكي على رقم هذا؟ لا لا سطر رابع. هي هذا اور اكزاكتلي. على فكره جاست لايك سي، بس السي بي سي الاور هي دبل بارز والان هي دبل افرز. هون الاور از ون سنجل اور، معناته انه الديت ممكن يكون هذا او هذا مكرر مره واحده او اكثر. اوكي، وكلهم ممكن مكررين مره واحده او اكثر. اوكي، سو السنتكس يعني ممكن يصير شحن وقتي، بس الله قال اذا انت فهمت الاكزامبل ضلت سيف سايد. اوكي، ايوه، رح نجي للاتريبيوتس فيما بعد. في هاي الاتريبيوتس ملان اوبشنز ريكوايرد ابلايد وفيكست. ريكوايرد بعد الاتريبيوت لازم تكون موجوده، ابلايد اذا مش موجوده باخذ الديفولت، فيكست انه تكون بلا تطبيق. اوكي، ليتس سي، اظن في اكزامبل شو بدنا عليها. سو وي ويل جيت باك. هلا اذا ديجري خارجيه احنا قلنا برضه ذيرز نو نيد تو ريبيت نفس الدي بي تي، بس برضه الايميلات كلها بتتشارك نفس الستركشر، فممكن تكون دوكيمنت خارجيه اند يو كان ريفر تو ات عن طريق مثل مثلا سيستم تعطي لوكيشن يا لوكال على جهازك يا تعطي لوكيشن موجود على الانترنت. لا نسيت اكزامبل، اكشلي وزن حضر اكزامبل هون. لا بتقلل النيم سبيس. طبعا سو ليتس سي ان اكزامبل من هون، من هون بالاخر هي نفس الفكره. احنا حكينا على ايش؟ على دي تي دي برودكشن. اوكي، هون نفس الاكزامبل اللي شفناه قبل شوي، دي تي دي اللي هو هيو موجود مع البادي اللي رايح للزبون او للشخص المعني. اوكي، هاي طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه انك تقول له السيستم تعطي اسم الفايل، يا اسم فايل يا يو ار اي. طلع الاكزامبل لاحظ برا دوك تايب، هي ذا الاكزامبل الاولاني، بجمع كل الريستريكشن جوا الفايل سماه نوت دوت سي دي دي وعمل له بس انكلود جوا الايميل. اوكي، فكل مره بيروح
هاي اليمين وبقول له على الريسيفر شيك عليه versus كل الشروط الموجودة بالفايل .dtp. اوكي وشو محتوى الفايل .dtp هي يقولوا الاكزامبل اكشن تحتيه هو نفس الحكي اللي كان موجود بس فوق بالاكزامبل الاولاني. الميزة هالمرة ما في داعي تكون تبعت الشروط ما هي ده تغير الشروط بتكون في الموجود الرسمي بس تبعت السطر هذا هو اللي ضاف اللي بتبعته بس مع كل ايميل. طبعا كمان كان في يو ار اي يعني اللي بدي احكيه we can go back previous بدل ما تكون حاطط نفس الفايل you can put like يو ار اي اللي هو عباره عن لينك موجود وين موجود الفايل. سو انا هذا اكزامبل هون it assumes ان النود دوت دي هو الفايل موجود لوكالي على جهازك. إذا حطيت له إنه اللينك معناته إنه الفايل موجود على سموير على النت go and check this. أوكي. طيب عشان هاي الحكي اللي حكيناه يا إنه بيكون included يا بيكون عبارة عن لينك لا يرى يكون عبارة عن local local file. أوكي. هلا namespaces كل اللي أخذ object oriented they you don't want the namespace. Namespace هو عبارة عن منطقة تتعرف فيها variables بتكون البارز اللي معرفة بهذه المنطقة والسكوب تبعها على هذه المنطقة. Why do we need احنا to do namespacing بالXML؟ لأنه للأسف you might get into confusion. زي ما مثلا example هو لكن من job. Job بعلم الoperating system عبارة عن task صح؟ والجوب بعلم الوظيفة الهايرينج it's a job. طبعا كيف تميز بين الجوب اللي هي تاسك وبين الجوب اللي هي علاقه بالهايرنج؟ فشو قالوا؟ بعد ذلك انا اخلق شيء اسمه نيم سبيس. اوكي؟ هون عندي نيم سبيس لاحظوا اكس ام ال ان اس نيم سبيس. اول واحد اسمه هاير. ما خلقتوش من عندي. رحت جبته من لينك معين. ورحت خلقت كمان انذر نيم سبيس. اوكي؟ سميته اي اس بي. جبته من هاي السكيما. اوكي هلا لما قلنا higher colon job I know what I'm talking about. I'm talking about job لما قلنا hiring. لما قلنا HP colon job واضح انا بحكي عن job اللي علاقه بالHP. لو اني ما كنت حاطط higher وHP حاطط job معناته الماشين تتعمل interpretation will get into confusion. أصله job as a job ولا job as a task. أوكي؟ فهنا نعرف شو namespace. هلا namespace ممكن يكون من عندك أو ممكن تجيبه من أي محل. أوكي؟ مثلا إذا تعريف البوك تجيبه من amazon.com/book. في تعريف واضح لـ what is a book. لأن البوك حتى بالإنجليزي بوك هو كتاب. بس في تعريف البوك يحجز. So how can we make distinction between book as a book و book as نعمل reservation بغرفة الفندق. نفس الشيء we use it for the space. رح نقضي بالعملي بس أنا just giving I'm throwing out ideas عشان بس أنتوا تكونوا ماشي معي. هلا يس هذا سؤال. ال GDD is the very old definition. بطل يشتغل فيه. صار شنو يشوفون إيش هذا السكيما. لكن لدينا جديدين لكم بمسبالة لسه في millions of sites they use it in بس لقوا أنه جديد ينقصوا شغلات. لاحظوا أن الإكزامبل اللي شفناها قبل كان الفيلد نوعه PC data. أوكي طب بركي أنا عندي انتجر بركي عندي غير كله PC data. أوكي فهذه الليمتيشن اللي دفعت لتطوير الجديد فعم يشوف اسمه الإكسلنس دي برضه رح ناخذ عنه examples بس هون حط لك example على دي تي بقول لك طلع example كان شوي له علاقه بالايميل كان عندي تو فروم وهي ودي كل هون نفس النوع تقريبا او مش تقريبا نفس النوع بي سي ديتا. اوكي فاجي قال له طب انا مش شرط كل اللي عندي يكون بس عباره عن
بصير يدرس. تعال نطلع على الاس ام سكيما شو ممكن يكون فيها. شو بالاس ام سكيما؟ هلا لاحظوا السنتكس تغير بس المعنى واحد. المعنى هو I need to check إذا الفيلد اللي أنا متوقع تيجي أجتني صح. فالبربس هو نفسه بس ضف عليه شغلات. بلاقي بحط لي البلس فور 1 اور مور، النجمة فور 0 اور ماني، الكوشن مارك فور 0 اور 1. شو قالوا؟ ضغط فيلد مينيموم اوكر ماكسيموم اوكر. اوكي؟ فيلد واحد واحد قالوا اسهل انتربريتيشن حتى احنا از هيومنز يعني وي مايت فورجيت ذا مينينج اوف. مثلا طبعا على صاحبنا هون هون كانت الايميل نفسه التو والفروم. التو تايب اكس اس سترينج، الفروم تايب اكس اس سترينج، قول كل هون سترينجز ما اختلفش كثير بس كل مره قال لي بتذكر. الميزه بتاخذ بس انا اكزامبل ثاني يكون اوبس راح الاكزامبل. اوكي بروبلي وي كان سي اكزامبل معناته شفتوا حلاوة الـ W3 Schools إنه كل شيء موجود عندكم. هل بدي آخذ إكزامبل Learn XML هاي سكيما. هو نفس الإكزامبل حتى الـ From the Two. خليني آخذ كمان إكزامبل Next Chapter. بس يمكن على السريع ايش الفروقات الرئيسيه بين الاكسبرنت سكيما وبين الجديد.